Projet numéro 2. En famille. Séquence numéro 1. Nous sommes une famille. Page 34. Bonjour, je m'appelle Monir. Voici mon frère Mustapha. المتكلم هنا هو هذا الطفل. يقول Bonjour, صباح الخير. Je m'appelle Monir. اسمي Monir. Voici mon frère Mustapha. ويشير بيده إلى أخيه مصطفى. إذن هذا اسمه مصطفى. صباح الخير. اسمي منير. هذا أخي مصطفى. إذن هذا هو أخوه مصطفى. الآن المتكلم هنا هو مصطفى. سي بابا. يسابل ملون. سي بابا. ويشير بيده إلى الأب أو أبيه. سي بابا. إنه أبي. يسابل ملون. اسمه مولود. إذن إنه أبي اسمه مولود. هنا هذه الطفلة تتكلم. إموا وأنا سي باتول. باتول. Voici maman. هذه أمي. Elle s'appelle دنيا. اسمها دنيا. إذن وأنا باتول. هذه أمي. تشير بإصبعها أو بيدها إلى الأم. هذه أمي اسمها دنيا. إذن أمها اسمها دنيا. هنا الأب يتكلم يقول Nous sommes la famille Lamine. إذن ماذا قال؟ قال نحن عائلة لمين. نحن عائلة لمين. إذن هذه العائلة تكون من 1, 2, 3, 4, 5 من 5 أفراد. الطفل الأول يسمى منير. أما الثاني فيسمى مصطفى. الطفلة تسمى باتول. الأم تسمى دنيا. والأب يسمى مولود. إذن هذه العائلة لمين أو لامين. الصورة الثانية. Je te tricote un bonnet bleu. يعني أنا أنسج لك قبعة زرقاء. أنا أنسج لك قبعة زرقاء. Je te tricote يعني أنسج لك un bonnet bleu يعني قبعة زرقاء. Merci grand-mère Anissa. شكرا جدتي أنيسة. إذن المتكلم هنا هو مونير. يقول ميرسي غرانمير أنيسة أو شكرا جدتي أنيسة. إذن هذه هي الجدة واسمها أنيسة. أنيسة. دون موا لو باني. أعطني السلة. سيل تو بلي غرانبير إيدير. يعني أعطني السلة من فضلك جدي إيدير. إذن المتكلم هنا هو باتول. تقول دون موا لو باني يعني أعطني السلة. أعطني السلة. سيل تو بلي من فضلك غران بير إيدير. غران بير إيدير أو جدي إيدير. إذن الجد اسمه إيدير. هنا الجد ماذا يقول؟ ميرسي باتول يعني شكرا باتول. J'ai apporté des légumes. J'ai apporté des légumes. يعني أحضرت معي أو أحضرت بعض الخضروات. إذن شكرا باتول. أحضرت بعض الخضروات. إذن هنا يوجد 4 أفراد. بالطبع هذا كما لاحظنا في الصورة الأولى أو كما عرفناه في الصورة الأولى هو مونيا وهذه باتول. إذن هذه الجدة اسمها أنيسة والجد اسمه إيدير. إذن الجدة أنيسة والجد إيدير. وهذه بالطبع باتول وهذا مونير. باتول إي مونير. مونير بالطبع من الصورة الأولى سي مونير أو مونير. هذا هو مونير.
إذن كم أصبح عدد الأفراد في العائلة إضافة إلى 5 أفراد في الصورة الأولى كما قلنا منير مصطفى مولود دنيا إي باتول ثم الجدة أنيسة إي الجد إيدير الجدة أنيسة والجد إيدير يصبح العدد 7 إذن عدد أفراد العائلة هو 7 الجد والجدة الأب والأم وثلاث أطفال Page 35 Présente les membres de la famille de Monir يعني قدم أفراد أو أعداء عائلة Monir Présent dans le dessin أي المتواجدين في هذه الصورة أو الرسم Dans la photo يعني في هذه الصورة Il y a يوجد la maman دنيا إذن هذه هي الأم دنيا la maman le papa إذن هذا هو le papa أو الأب le papa اسمه بالطبع مولود le papa مولود le frère أو الأخ هذا هو الأخ اسمه مصطفى مصطفى le frère مصطفى la sœur أو الأخت الأخت كيف اسمها طبع باتول باتول إذن أعيد la maman دنيا هنا باللون الأسود le papa مولود باللون الأحمر le frère مصطفى باللون الأزرق la sœur باتول باللون الأصفر بطبع هنا المتبقي هو منير إذن هذا هو منير أو منير Regarde le dessin et dis ce qu'il y a dans la chambre de Monir. انظر الى الرسم وقل ماذا يوجد في غرفة مونير. إذن هذه هي الغرفة. نبدأ من هنا. بالطبع هذه عبارة عن خزانة. أرموار. جيتارة. اون جيتار. أو جيتار. لدينا سجادتين. أو بساطين. دو تابي. لدينا أيضا سريرين دو لي لدينا هنا سلة مهملات باني أو كوربي باني بيبليوتيك أو مكتبة لرف الكتب بيبليوتيك ولدينا مجموعة من الصور دي فوتو يوجد أيضا هنا صورتين على الخزانة لدينا أيضا طابل دونوي هذا هو طابل دونوي لدينا اثنان دو طابل دونوي دي أتا تون كاماراد سو كيليا دون تا شامبر قل لزميلتك أو زميلك ماذا يوجد في غرفتك لدينا إذن اون أرموار خزانة اون شيز كرسي un lit سرير un bureau مكتب la photo de ma famille صورة العائلة أو صورة عائلتي page 36 dis le dialogue avec tes camarades c'est mon frère Mustapha il porte un pull marron إذن إنه أخي مصطفى سي مون فخير مصطفى il porte un pull marron يلبس ثوب بني أو يرتدي ثوب بني ثوب أو سترة نوع من الملابس voici maman elle s'appelle Dunia
هذه أمي اسمها دنيا. لدينا هنا دنيا دو نيا دو أ أ بيل بيل بي إي 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 طبعا هنا إي ماجسكيل إي منسكيل. Lève la main quand tu entends E. لدينا الصورة الأولى بطبع هنا أرفع يدك عندما تسمع الصوت E. لدينا هنا الصورة الأولى I B I B. إذن يوجد الصوت E. I B تومات تومات لا يوجد الصوت E. Urs يوجد الصوت E. Urs. Donc, je lève ma main. Urs. Peul. Peul. يوجد كذلك الصوت E. Peul. التمرين الثاني. Lève la main quand tu entends U. ارفع يدك عندما تسمع U او الصوت U. Chaussure sur su اذن يوجد U. Montre montre لا توجد او لا يوجد الصوت U. Montre. Ceinture tu يوجد الصوت U. Ceinture tu U. Pull, pull. يوجد صوت U. Donc je lève ma main. طبعا هنا إب بوما طمات طماطم إرس دب بول دجاجة شوسير حذاء مونتر ساعة سانتور حزام بيل توب أو سترة. التمرين الثالث. إيكوت في أنتور أ إي أ تابل يعني أستمع وأقوم بإحاطة كل من أ و أ أ تابل يعني في الجدول. لدينا جملتين. الجملة الأولى لا تورتي نكور با فيت. والجملة الثانية لا سوري كور فيت. إذن مع الجملة الأولى لا تورتي تورتي تي إذن توجد U أقوم بإحاطتها بدائرة. نو كور 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 أ إذن أقوم بإحاطتها بدائرة كذلك. با فيت أي يعني لا تورتي نو كور با فيت أي سلحفات لا تجري بسرعة. لا سوري كور فيت فأر يجري بسرعة. كور فيت. لا سوري سو إذن توجد أ أقوم بإحاطتها بدائرة. كور كور نفسها هنا كور إذن أقوم بإحاطة أ بدائرة. التمرين الرابع. إكري سور تون أردواز بوي ركوبي دون تون كاي يعني أكتب على لوحة ثم أعيد الكتابة على الكراس في كراسك بالطبع. لدينا U U U U U